ملحوظة، فعايزين نستأذن حضرتك نشوف تقرير عامله البرنامج وعامله قناة ميسات عن المواطنين وتعاملهم مع الكمامات ومع فيروس كورونا ومع بقائه معانا. ونرجع هسأل حضرتك بقى، احنا كده هنبقى عايشين بالكمامة على طول يعني، ولا هيبقى في فترة وهنتخلص منها؟ نشوف مع بعض التقرير ده ونرجع نكمل مع حضرتك. رأيك ايه في أهمية الالتزام بالكمامة في الوقت الحالي؟ لازم نلتزم بالكمامة حكم ظروف اللي احنا عايشين فيها في البلد وعلى مستوى العالم كله. الكمامة يعني مفروض علينا حماية للشخص من الأمراض، وإن حاجة كويسة يعني مش وحشة. طبعا الكمامة دي مهمة جدا، لأن طبعا عشان الفيروس طبعا شديد، فلازم نهتم بالكمامة وكده. مننا بنخاف على نفسينا، احتكيت بحد بلبسها، ما احتكيتش حد ما بلبسهاش. حضرتك احنا لازم علينا امتثال الأوامر عشان خاطر الصحة وعشان خاطر السكان. أكيد طبعا حماية ليا والأولادي والمجتمع كله طبعا، وأصحابي وإخواتي وكده يعني. هل هتفضل مرتدي الكمامة حتى لو أعداد الإصابات بتقل؟ اه طبعا لازم، هو لو ما عملتش كده هزيد طبعا الأعداد وكده. لو نسمع في الإعلان في خطر في كده برضك بنلتزم واحنا ماشيين والكلام ده، مفيش خلاص. طول ما المشوار الكورونا ده شغال لازم نتبع الأوامر، ووقت ما احنا يقولوا لنا شيلوا كمامات هنشيل. أكيد طبعا، حتى ما يطلع على اي حاجه في التلفزيون المصري يبلغنا كمصريين ان لازم ان تم شفاء الناس. لا لما تنتهي خالص اقدر ان انا الحق. شايف ازاي ضروره الالتزام بالاجراءات الوقائيه في الوقت الحالي او الفتره اللي جايه؟ طبعا الالتزام كويس ولازم كله يلتزم. الناس الكبيره هي اللي تلتزم يعني، تلتزم بالكمامه. حاجه رجع طبيعيه عادي، نرجع طبيعيه مع الناس، ما رجعناش برضك ملتزمين بالكمامه مش هتضر. في تقدم حلو يعني ان شاء الله، وفي علاج نازل باذن الله، والدنيا هتتظبط وهتحلو وتبقى 100 100. لا طبعا لازم نلتزم لحد ما الازمه دي تعدي، ولازم كلنا نتكاتف ان احنا نعديها الازمه دي مع بعض يعني، اصل ما مش هتخلص لوحدها كده. الالتزام بالصحه دي شيء طبيعي جدا جدا، ولازم نلتزم بيها عشان أولادنا، عشان وطننا، عشان مصر، عشان العرب كله. الحقيقة يا دكتور زي ما انت شايف كده، معظمهم بيتكلموا عن انه لازم نلبس الكمامة، وكبار السن يلبسوا الكمامة، وهم في كبار سن وما فيش حد من اللي قال لازم نلبس الكمامة لابس كمامة. رأي حضرتك ايه؟ هنا الشعب بتاعنا والله شعب لطيف وظريف، بس احنا ممكن نهزر في كل حاجة الا في الصحة، لازم نكون جادين. طب احنا يا دكتور هنقعد